بين جيلين مع حسن شاهين ومعمر سلامة وأطيب أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أخواني أخواتي، اليوم الحلقة 25. بسم الله ما شاء الله عد الوقت في برنامج جدا جميل جدا رائع، لأنه بيتكلم عن مجتمعنا عن وضعنا. بين جيلين معايا الشيخ حسن ومعايا أطيب، ونكمل على قصة الكرم. أطيب، كنت بتكلم على قصة الكرم، اني نزلت بدور على كرم، وزي دحين ما الكل عارف انه الكرم صعب ان انت تلاقيها. اوكي، نزلت ودورت وفي المهم وجدتها بعد طلوع الروح، وجبتها على اساس اني العب انا واولادي، اوريهم اللعبه كيف انها تتلعب. جلست وحطيت الطاوله حقت الكرم، طالعوا فيها حسبوني حاطط طبليه عشان نجلس ناكل عليها. يعني انت بتخيل حسبوه، بس ناقص ان كنا نجيب الصفرة يعني، عارف. حتى جي حطيت لهم الحبوب حقتها عشان نلعب، قالوا لي ايش ده، بودرة. وحطيت البودره دي مصيبه، ظبطت كل شيء، وفي النهايه ايش ده اللعبه المو حلوه دي. حسيت نفسي ان انا انهارت وتعبي ولفلفتي هذه كلها راحت على الفاضي. طيب شوف، انا ما اشوفها تعب، هي اشوفها يبغالك محاوله وصبر. يعني انا واحد من الشباب، يعني انا بقول له ما شاء الله تبارك الله، والشيخ حسن يمكن يتفق معي على الكلمه، انت بتقول انت فريد من نوعك. لما بياخذ اجازه شيخ حسن ياخذ اجازه عجيبه جدا، لدرجه انه زوجته واولاده بعدها يرجعوا يبغوا اجازه ثانيه. يا ياخذهم يطلعوا جبل، يا ياخذهم يطلعوا مناطق اثريه، يا حاجه زي كده. فالوقت كله اللي بيضيعوه ما بيضيعوه في سينمات، ما بيضيعوه في مطاعم، ما يضيعوه في أماكن ترفيهية أكثر ما هي مناطق فيها حركة. فبرجع بيقول لي أنا أرجع، يعني ما شاء الله كل السفرة برجع ناقص يمكن 10 كيلو، 7 كيلو، 8 كيلو، ما شاء الله. ونفسيته جدا، يقول لي يا معمر كل مرة بكتشف شيء جديد، شيء مختلف. والحمد لله هذه نماها في أولاده، أثرت عليهم ترى في حياتهم، فبطلوا تصدق في يعني حتى في فحتى في الهاد تلاقيهم بعيدين جدا يا شيخ حسن. الهايكينج انا شوف كتبتها دي، بيطلع على الجبال دحين موجوده عندنا وفي فرق تطوعيه. ايوه ما شاء الله تبارك الله، الله يقويهم اخواني اخواتي، دول ممتعين ترى في المملكه العربيه السعوديه، فرق منتشره كثير، بسكليتات طلع جبال، يمشوا مشاوير في 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 الصحراء وغيرها، يعني والله حلو. انا عن نفسي يمكن ما بروح، انا كسول يعني، وما يعني. وانا احس يا شيخ حسن انه الفرق ما بيننا وبين اولادنا والجيل اللي بعدنا والاجيال اللي بعدنا، ان احنا صرنا ضايعين ما بين الجيلين. اوكي، ما بين الجيل اللي راح ما احنا قادرين يعني نكون زي اللي راحوا، ولا احنا قادرين وبنحاول نلحق الجيل الحالي، فتحس ان احنا قاعدين بنجري، ده بنلف حوالين دايره. مش شرط طيب السن، هي انت ايش تبغى، انت اللي تحدد. هي اصلا يعني احنا دائما، انا هقول لك، انت لما تيجي مثلا، انا اقول لك ليش انه في صار فيه هو كده فكريه وبعدنا كلنا عن بعضنا. بمثال بسيط قول لي، زمان احنا ما كان عندنا مثلا في البيت الواحد، ما كان عندنا غير حنرجع اقول المدرس كان هو مصدر المعلومه في البيت، كان الاب والام هم مصدر المعلومات، كنا بنجلس طيب. بنتفرج على القناه الاولى والثانيه السعوديه، كنا يعني كان مصدر اخبارنا بنتفرج من القناة السعودية الأرضية. حلو. الآن أصبح عندك، وكنا طبعا إحنا كمان هنا في جدة كان عندنا حتى القنوات المصرية كانت بتوصلنا، فكنا عندنا تعدد في الثقافة، كنا يعني منفتحين على الثقافات التانية. طيب. فمع الأشياء دي كلها كن يعني هذا كان الوضع. الآن أصبح عندك 100 قناة في التلفزيون، وأصبح عندك اليوتيوب، وأصبح عندك أشياء كتير، فأصبح كل واحد بيتفرج على كل حاجة لحاله. أنت دحين برمضان بيدخل عليك عندك 30-40 مسلسل، زمان كانوا هم مسلسل مسلسلين وكنا بنجلس نتفرج عليهم كلنا، نتذكر كلنا نرجع كلنا نتفرج على مسلسل رأفة الهجان ولا على ناري الحمية، يعني كنا كلنا الثقافة حقتنا كلنا قريبة. دحين كل واحد لحاله. يعني من الأشياء الثانية، كنا حتى التلفزيون كان بيقفل الساعة 12 في الليل بالقرآن والسلام الملكي. اوكي، يعني بالقران وبالسلام الملكي وبالناس بتنام. دحين 24 ساعه كلنا صاحيين. اصلا التلفزيون دحين يمكن في البيت ما ينفتح بالشهرين والثلاثه غير وقت المباراه، لانه اليوتيوب اشتغل. صحيح. وسناب شات. وهذا جوال. موضوع ثاني ترى، انت لو تلاحظ هذه دراسه ترى، يعني انا اجيكم فيها، يعني انه تلاحظ القنوات اللي هي عن طريق النت اللي هي زي نتفليكس، ودي هي اللي محركه دحين، هي الناس بتشترك فيها. حتى الشو تايم ولا غير القنوات دي يقول لك مين يتابع، خلاص راحت، لانه انت عندك انت خلاص كله عن طريق على
عن طريق الجوال يعني عن طريق الايباد. يعني انا بس ابغى اضيف حاجه معك. تفضل. انه فكره حتى كمان ان انت دائما لما كنت تجلس تستنى القناه مثلا السعوديه ولا القناه المصريه ولا يجيبوا حاجه كنت انت جالس بتتابع ايش الاشياء اللي بتجي. دحين انت ما تبغى تشوف تستنى لغايه لما تشوف ايش اللي يجي, انت دحين بتدور تقدر تختار. راح منك الشغف اللي هو ان انا مستني اشوف ايش اللي هيجي دحين, ايش اللي هيجي بكره, الحلقه اللي جايه بكره. انا دحين بشوف الحلقه حقت اليوم وبكره باختياري في لحظتي. ده الشيء ودى حتى الفرحة. هذه أنا أتفق معك, والفرحة دي راحت, بس أنت في المقابل حطيت شيء تاني وهي يمكن دي التحدي. فاهمني؟ طيب أنا أتفق معك, الفرحة راحت, بس أنه أنت في النهاية بتدي له صرت خيارات كثيرة, هو اللي بيختار, هو بيسوي. وأظن السبب يطيب أنه طبيعة حتى المجتمع بدأت تتغير. أيه. أنه خلاص أنا ليه أستنى بكرة, ليه أستنى بعده. فانت مستعجلين. إيه فهذا هو. يعني انت بتتكلم على جيلين مختلفه. انا يمكن اختلف معك في نقطه انه احنا ضايعين في النص, انا ما اشوفه ابدا. انت لك الخيار في نهايه اليوم. بس كثير انا بتكلم على ناس كثير حاسين أيوة انهم ضايعين. انا اشوفها ما هي ضياع اكثر منه حيره. تقدر تقول حيرة, ما هي حيرة زي الضياع. يعني بحسن الكلمة شوي. لا مو قصدك كذا حبيبي. حيرة ضايع. حيرة ضايع. لا 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 والله شوف شوف من باب الأمانة 30 ثانية. لا 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 من باب الأمانة. قفل البتري على فكرة. لا لا وراء الصلاة شايفك كيف تسوي شغل. لا لا والله والله عشان نقفل بس النقطة دي للتوضيح يا أخواني يا أخواتي, هذا رأيي أنا الشخصي. أطيب لي رأي, أنا لي رأي, الشيخ حسن لي رأي, بس نحن بنطرح الموضوع في النهاية هو قراركم النهائي. اللي أنا بحاول أقوله أنا ما بشوفه ضياع, هو اختيار في نهاية اليوم. سبحان الله الوقت يتغير, التفكير بيتغير, ولازم نواكب هذا التغيير. هذا رأيي الشخصي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا أخوان أخواتي. شيخ حسن أطيب يعطيكم ألف ألف عافية. نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية في أمان الله. شكرا.